سنينة. اليوم تمارين راح تكون كتير مناسبة للمبتدئين تاباتا. في كتير مبتدئين بدهم يلعبوا تاباتا بس المشكلة انهم ما عم يعرفوا يلاقوا الفيديو المناسب كمبتدئ اني انا العب تاباتا او كعالم عنده دهون زيادة بالوزن، فصعب انها تعمل كوفلز او تمارين كتير فيها ضغط على الركبة. هذا تمرين جدا جدا مناسب تاباتا من دون ضغط على الركب ومن دون قفز. تمام، شو هو التاباتا؟ انه نعمل 20 ثانية ورك اوت و10 ثواني راحة، 8 تمارين وبعدها بنرتاح مدة دقيقة ونرجع بنعيد نفس الدائرة. انا رح اعمل اليوم دائرتين تاباتا، انت فينك تعمليهم 4 او 6، يعني فينك تعيد الفيديو مرتين او 3 مرات بصيروا 6 دوائر. تمام، اول شيء طبعا لازم نبدا بالاحماء مثل اي تمارين، فرح نعمل دقيقتين احماء على السريع. فعالسريع 1 2، يلا معي 1 2، برافو. نفرد ايدينا. الاحماء هو انه نحرك مفاصل الجسم كامله وكمان نرفع شوي من دقات القلب مشان نصير جاهزين انه احنا نبدا التمرين. تمام، بحيث ما يصير عندنا اي تمسكات عضليه ويكون جسمنا مكتفي بالاكسجين اللازم للحركه. تمام، يلا اخر مرتين، برافو، كثير منيح. هلا رح نرفع ايدينا فوق وتحت، نرجعها، حرك عضلات الظهر، مفاصل الكتف، كثير منيح. خمسة، زفير، شهيق وزفير. تسعة، برافو، رح نميل من اليسار، سوري، يلا. هيك بنكون حركنا الخصر والكتف. هلا رح نحرك شوي الورك بشكل دائري وبالعكس. تمام، يمين يسار، عم نحرك ورك الحوض، مفاصل الحوض. تمام، نرجع نعمل دائرتين. كثير حرك. هلا مفصل الفخذ، عامل اسرع، ارفع اجري، اخذ شوي دائره، خليك على جنب، كل الوقت شادين عضلات البطن. ممتاز، على جنب، على جنب، واو، كثير منيح. يلا حرك شوي الركب، رح نعمل هيك شوي حركة خفيفة للركب. تمام، بالعكس. شو ضل؟ ضل نحرك شوي كاحل ونبدأ بالتمرين. يلا نحرك شوي كاحل القدم والرسم. صعبين الاثنين مع بعض، إذا لقيتهم كثير صعبين حركوا قطعة. أول شيء حركوا الكاحل بعدين الرسم. الإجر الثاني. يلا نرقص، بالعكس. تمام، وهيك بنكون خلصنا احماء. هلا رح نبلش تمارين التاباتا. مثل ما قلت رح تكون 8 تمارين. نبدا بس دقيقة شوي. تمام، هلا هيك رح نبدا اول نبدأ بأول تمرين. فوق فوق فوق، برافو. نسحب البطن، ممتاز. فوق، عم نرفع الإجرين فوق. يس، لا تنسى الشهيق والزفير. برافو، نرتاح شوي، ناخذ شوية نفس. هيك بنكون خلصنا أول تمرين. هلا رح نرجع الاجرين ورا ورا. تمام، لا تنسوا كل الوقت شادين ظهر، شادين عضلات البطن. يس، برافو عليكي، يس تاباتا. تمام، نرتاح، اوف، نرتاح شوي، كثير منيح. هلا رح نروح خطوة على جنب، ننزل خطوة على جنب الثاني، برافو، شوي صغير.
تنتبه خصوصا اللي معها خشونه بركه، انتبهي من هذا التمرين. عم نرجع المؤخره لورا، شادين عضلات البطن، تمام، يمين يسار، تمام، نرتاح شوي، كثير منيح، برافو عليكم. التمرين اللي بعده رح نشتغل فتح الاجرين على جنب، جاهزين بربان، يلا فور مع الايدين، برافو، تمام، كثير منيح، نرتاح شوي. خلصنا التمرين الرابع، بدنا نبدا بالخامس. يلا رح نعمل سكوات لتحت، سكوات، يلا برافو، كثير منيح، ممتاز، ما كثير تقدموا لقدام، بس عم نرفع الورك ونرجع ننزل، تمام، نرتاح. التمرين بعده رح يكون اجرينا شوي مفتوحة على جنب، برافو، نرتاح شوي. يلا التمرين اللي بعده راح يكون على الارض، ننزل شوي شوي لقدام، نرجع لفوق، برد ننزل قدام، نرجع فوق قدام، تمام، يلا اخر تمرين بالمجموعة وبعدين نرجع نعيده. رح نعمل هيك، رجع اجرينا لورا، ارجع ضف فوق، ثاني نرجع اليسار فوق، برافو، يس، هيك بنكون خلصنا اول مجموعه، اول دائره من دوائر تاباتا. بنريح شوي وبنرجع بنعيدهم تقريبا نفسهم مع تغيير بسيط، تمام؟ يلا ناخذ نفس. Feel your hands, the way you touch me around my neck. Got chills down my back, you do it right. The way you're holding me, no, I don't want this moment. بطن مشدود عشان تعم فقرات الظهر، برافو عليكي، شدي لظهرك والابتسامة والطاقة الإيجابية، أوكي؟ يلا خلينا نبدأ على ثلاثة، 2 1، نرفع فوق فوق فوق، تمام، برافو،
تنسوا النفس كل الوقت، نفس نفس نفس. هلا رح نعمل تمرين مثل تمرين كان عم نتزلج، بس ما عم نتزلج. يلا نبدأ نحرك يمين يسار. Yes. ارتاح شوي. للأربعة وما خلص. اللي بيحب يعيد التمرين يعمل اسم كمان. دقيقتين بصير أربعة بصير يكون مية. يلا رح نعمل هلا بدأ يمين ويسار. برافو. يمين يسار يمين يسار. ممتاز. ريح شوي، نضب اجريك ونضبهم شوي شوي، نرتاح شوي. هلا رح نعمل سكوات بس رح نحاول نلقى الارض، فرح يكون بهي الطريقه. واحد، برافو، ظهر مشدود، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، على التايمر انا عم عد. يلا ريح شوي كثير منيح. تمرين بعده بدنا ننزل لتحت مع العلوم لقدام ونرجع فوق. حاول ننزل لحتى يصير جسمنا مستقيم. برافو عليك. التمرين رح يكون انه ننزل مثل الاجرين، يعني بداية الفيرجن تمرين فيرجن. يلا ننزل نحط ايدينا مثل الاجرين. خلصنا التمارين. طبعا ما بنوقف هون، بنزل دقات القلب شوي شوي. واذا حابه تكفي ريحي لمده دقيقه وعيدي الفيديو. اوكي مره ثانيه. يلا اخذ نفس. نفس. تمام. يمين خط يسار. محرك الايدين. نفس. لا تنسى تشربوا موري. اوكي تمام. تاخذي فوق خطوه قدام. سوري ايدينا فوق. تمام. برافو. رح نطلع بايش اليسار فوق. وهيك بكون خلص تمرين اليوم. هلا فيكم اذا بدكم تعملوا ستريتشنج عميق، لانه هذا ما كان ستريتشنج، كان كاونت داون او عم ننزل دقات لقلبكم ونخلي التنفس طبيعي. فهلا يا فيك تعملي ستريتشنج اذا خلصتي، او الخيار الثاني انك تعيدي الفيديو مره ثانيه انت وطاقتك اليوم. اوكي يلا بشوفكم ان شاء الله بحلقات قادمه. لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو، تعملوا تعليق صغير، وتعملوا فولو للصفحه. وشكرا كثير لكم.